السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الدراري، مرحبا بكم في قناتي سنة المعلومات. كما قلت لكم توقع هذه البارح، يعني تقريبا واحد 99 زيادة في المية دخلات، وفريقات اللي كنت أكدت لكم عليهم هما هادو قدامكم اللي كتشوفوهم، بريست أول سيتي قلت لكم هتربح، ومانشستر غتقلب كل شيء وتربح، والحمد لله الدراري بزاف ربحوا، راه صيفطوا لي تصاور كلهم كل شيء رابح تقريبا، يعني اغلبية الدراري ربحوا معايا اليوم، وهادشي اللي بغينا حنايا. المهم كما كتشوفوا هاد الورقة انا راه لعبتها ب 20 دولار، وهاد الورقة انا راه كانت فيها غير تقريبا شي 114 دولار، وانا بعتها في بريمير ميطا، يعني بريستول سيتي كانت دايرة 2-1 ومانشستر ديك الساعة دايرة 2-0، انا غير درت مانشستر 2-0 قبل ما تضرب الارسنال بيتش، ديك الساعة أنا درت الكاش أوت وخدت فيها 64.27 وخرجت فيها هادشي، يعني كيما كتشوفو 44.27 دولار، الله يجعل البركة، الحمد لله. على أي حال الحمد لله بخير، أنا ما كيبقاش فيا الحال، يعني الورقة دخلات وزعما قلت شو كنا خليتها زعما تناخد فيها هاديك 114 دولار، لا بالعكس، أنا يمتى يبقى فيا الحال، يبقى فيا الحال هي لا تعادلت أرسنال ولا تعادلت بريستول سيتي، نولي أنا لا 40 لا 4، هذيك ربعه ما تلقاهاش. المهم الدراري راه يعني التوقعات ديالنا كما قلت لكم البارح في القناه، يعني اللي تبع معايا البارح الفيديو، يعني راه القناه احنا راه قلناها هذا غتربح فيه بريده ولا يتعادلو، يعني تعادلو ديال البريطه، وهذا هنا هاد الماتش هذا هو اللي مدوخنا ما عرفتش. المهم راه عندكم 8 الماتشات الدراري، يعني بريستول سيتي بليس 1.5، ارسنال بليس 1.5، هذا اللي بغيتو تلعبو ديروا ليه بليس 0.5 بارك عليكم، هذا بليس 1.5. هنا توقعات ديال البارح لكم، انا ليك راه كنقول لكم الرباح وكنقول لكم هادي اللي بغا تمشي على الرباح تمشي، اللي بغا يمشي على الرباح يمشي عليه. المهم هنا غيكونوا هنا، هذا ديروا ليه بليس 0.5، هذا بليس 0.5 حتى هو، وهذا بليس 1.5. المهم هنا بريستول سيتي غتربع على حساب هنا التوقعات ديالنا، عندك هنا ارسنال ومانشستر، هنا غادي تربح المانشستر، واخا يقول لي بنادم ارسنال ولا هادي، هنا غتربح المانشستر، غدا غتشقلب كلشي، غتقدر تربح الماتش، مانشستر عندها اللعابة زوينين على ارسنال. المهم الدراري هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، غدا كاينين ماتشات من احسن، يعني من احسن الماتشات اللي كاينين، اش نقول لكم، كاينين ماتشات ديال يعني ماتشات ديال الفلوس وماتشات ديال الرباح، غير اللي ما بغاش يربح. انا راني طليت على الماتشات قبل ما نجي عندكم وندير الفيديو، يعني باش عزلت واحد الماتشات، كاينين 9 الماتشات هما اللي بان ليا فيهم يتلعب، خلينا من البطوله ديال المغرب، وخلينا من برشي لعبه مع اتحاد عادي ولا شي لعبه، هذاك الشيء ما فيش، الناس كنلعبوا حنا، الناس يعني نلعبوا الحاجه اللي غناخذوا منها الفلوس، ما باش تبعادوا هذوك، ما تسناش منهم شي حاجه، كما كنقولوا حنايا راه ديك النار، هذاك الوداد الجول ديالو ما كيحنقز ما قول ما شي حاجه، انا ما عرفتش علاش كيعيطوا لي المنتخب، وما عرفتش انا داك الشيء شغلهم، هذاك شغلهم هذاك. المهم هذوك بعاد علينا، ما بيننا وبينهم غير يعني غير التيقار، وبينه وبينهم غير السلام عليكم البعيد، انا ما كنتفرجش في هادشي، ما متبعش هادشي، عندي شي فريقات اللي كنلعبهم في البطوله، عندك جوج، عندك جديده وعندك فريق اخرى هي اخرى يبقى، حيت هما اللي كيكون عندهم اللعب مفتوح، يعني كيماركي وكيتمارك عليهم، يعني الماتشات ديالهم كنصطم عليهم بعض المرات في البليسات. المهم حتى جديده دابا وادي مع اللعابه باقي ما لاعبينش ليها، بحال هاد الماتش الاخر ما لعبتش ليها، كنت لعبت ماتش واحد ديال الديربي هو ديال الرجاء والوداد، ولعبت واحد اللعبه زوينه، يعني انا ملي دخلت لقيت الرجاء عطينا لي ربحات في الماتش، عطينا 74، وعطي الوداد تخيلوا معايا، عطي الرجاء تربح الماتش عطينا 74، وعطي الوداد لا ماركت البيت الاول في الماتش، يعني بريمير بيت اللي غايت ماركا عطيناها تقريبا 4.75 4.75، بقيت كنشوف في داك الماتش دقيقه واصله مع شي 65 مع 64، شديت 10 لعبت بها الرجاء رابحه عطاتني 47، وشديت 10 اخرى لعبت بها الوداد ديال الاولى غتماركي البيت عطاتني 47.50. المهم ان فوا لعبتها من وراها بشويه جا البيلانتي ديال الرجاء،
جات بيلانتي ديال الراجل، قلت انا مزيان ضربت البيت ما بقى والو ديك الساعه دقيقه 70 ولا ما 74 وهادي، قلت غادي تحاربوا معاهم ضروري ما غيخرج رابحه، انا نشوف الكاش اوت ونخرج في حالتي، المهم تمارك ليا الراجل. واش نقول لكم، دزقل بيلانتي دزقل بيلانتي ديك الساعه، مع دزقل بيلانتي ضربت الوداد البيت، زاد داخله ليا 47.50 هادشي اللي كاين. المهم الدراري كاين الهوشة، كاين ما يتلعب في البطولة، ولكن على حساب على حساب شي لعب زوين بحال بركان. راه كانوا الدراري اللي متابعين مع الأصدقاء ديالي، راك توريتهم الورايقات ديال بركان فاش كيتلعب الفينال مع وداد فاس. يعني وداد فاس ماركت البيت الأول، ماركت البيت الثاني، ديك الساعة أنا درت بركان تماركي البيت الأول، هي الأولى، وتخيلوا معايا ماركت البيت هي الأولى، ربحت واقيلا ماتشي 36 دولار ولا ماتش شحال من وراها، ويضرب وداد فاس البيت الاول او ضربت البيت الثاني. اش درت انا؟ خليت الماتش قرب يسالي ولحت على 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 بركان التعادل، اقسم بالله العلي العظيم الا ميزيت على التعادل ضربت البيت التعادل، جبت منه حتى هو شي 60 دولار، وملي مشاو درت درت درتهم غادي يبقاو متعادلين في الاشواط الاضافيه، وغتربح بركان بالبيلاتيات. وفعلا داكشي اللي طرا، يعني كيلعب الحظ عامل الحظ ثاني وعامل داكشي، يعني كتفرش الماتش يعني كتشوف بانوا لي فعلا حنت الويد البركان. انا شهو وسمعت عليها بانها كانت كتريني بزاف على البيلانتيات، يعني هما يفضلوا يكورس شويه بخاف ولا يتمارك عليهم شي بيت ويمشيو البيلانتيات من الاحسن. انا مشيت غامرت في هذيك اللعيبه، صدق داك الماتش بوحدو والله العظيم اللي جبت منه تقريبا شي 120 دولار ولا ماتش 130 دولار بحال هكا، بقيت عاقل هادشي راه دازت عليه مده. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم تلعبوا. اما بالنسبه ديال الماتش دوك جوج ديال الامارات وديال ديال قطر، راني قلت لكم اللي كتشوفوا بريمير ميطا مساليه بزيرو لزيرو، يعني ابعدوا من داك الماتش راه ما غيكونش فيهم البيوت. وفعلا داكشي اللي طرا، انا كنت مرشح كوريا تربح، والامارات بلا ما نقول لكم اللي تفرش الماتش ديال الامارات وديال استراليا، يا سبحان الله اقسم بالله العلي العظيم الى 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 الامارات عندها واحد الزهر، يعني اش نقول لك، اللي ما عندها شي واحد، اللي ما عندها شي واحد، قدروا يكونوا العرب كيدعيوا الله سبحانه وتعالى يعني بالعربيه، وكي كيدعيوا وكيطلبوا بالعربيه تقبلوا لهم الدعوات على الاستراليين. استراليا الماتش كله يشد كره ما قرقبهاش كاع، هذيك الامارات عياو وماتوا سخفوا ديال بصح اللعابه، واحد ضربه واحد بالراس غيب كان غيموت، وسبحان الله ديك الكره اللي جات خطفها الدربيته اللي تفرش الماتش غيقولها. المهم دري الماتش كان ديال استراليا، ماركت جوج بيوت وحيدوهم ليهم ديك التقنيه ديال الفار. المهم حنا الهضره ديالنا ماشي في هادشي، حنا الهضره ديالنا في الماتش ديال اليوم ديال غدا ان شاء الله باذن الله. هادشي اللي مشى اليوم راه مشى، ما عندنا ما نديرو ليه. المهم هو حنايا اليوم ثاني ربحنا وصافي، هذا هو المهم عندنا، هذا هو الاهم. يعني كاينين الناس اللي لعبوا ماتشات وكاينين الناس اللي يعني هذاك سندليه الشاورا تعادل، راه هو دخل تعادل هذاك المانشستر كما قلت لكم يماركيو ضروري غادي يماركيو بجوجهم، يعني بريستول سيتي قلت لكم راه كتماركي ولا طار التعيات الاخرى، لا طار التعيات غتماركي بيت، وبريستول سيتي كتماركي وغتربح، وفعلا خرج بجوج لواحد. المهم الدراري اللي كيستافد وكيسمع مزيان وكي يعني كيدي على الهضره فين غادا راه كيعرف، يعني كيعرفني علاش كندوي. المهم الدراري غنحلوا الماتشات يعني ديال غدا، انا حاولت نعزل الماتشات اللي يعني اللي معقولين، بعدت على الماتشات اللي فيهم الشك بحال دابا هاد الصباليون، غنوريكم باش تشوفوا. يعني الصباليون غدا فيه ماتشات يعني صعاب، مثلا نعطيكم مثال بحال دابا عندك اتليتيكو خيطافي، يعني الاتليتيكو خيطافي هذا الترتيعيه غادي يسالي بواحد لواحد ولا واحد لزيرو ولا ما تعرفوش باش غادي يسالي هاد مساخيط. لاتليتيكو كتزاير حتى هي وتقدر ما يتماركيش وتقدر تماركي، خيطافي ماشي شي فرقه حتى هي، ولكن حتى هي كتماركي اغلبيه الماتشات ديالها كتماركي فيهم بيت. ها هما شوفوا اغلبيه الماتشات ديالها كتماركي فيهم بيت، هانشوف بيت 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 جوج، يعني مع لاتليتيكو جوج زيرو جوج زيرو جوج زيرو سبعة زيرو ثلاثة زيرو، ما ما شو 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 شحال من ماتش ما ماركيش عليها من 2010، من 2006 2010 ماركت عليها ثلاثة البيوت، خيطافي اللي ربحت بثلاثة، و 2009 ماركت واحد. أما شوف من 2006 واحد زيرو واحد زيرو، 2010 جوج زيرو ثلاثة زيرو جوج زيرو ثلاثة زيرو سبعة زيرو جوج زيرو جوج زيرو جوج زيرو،
انا على ما اظن الخطافي غدا ما غاديش ماركي هذا الماتش، حنا ما غاديش نلعبوه، حنا الماتشات اللي غادي نلعبوه غادي نوريهم لكم، انا بغيت نوريكم انا الماتشات. يعني فالونس ما عطيناش شي كوطي، وفيلاريال مره كتفيق مره كتنعس ما كتفهم فيهم والو، فالونس براسها بحال هكاك مره تبان لك واعره، مره ما تقول هذه ما عرفت ما هما مش واكلين، واخا يكونوا واكلين السم ما كتفهم فيهم والو. عندك لي خانيس وايبار راه ماتش واعر، ايبار راه كاع ما ساهله، راه من القطيات يعني من القطيات كيبان داكشي، من القطيات الدراري هاد القطيات راه ما كيحطوهمش هكاك، راه انا اول واحد حطيت هادشي ديال الحساب في هادشي ديال اليوتيوب، من وراها ولا كلشي كيحسب ولا العالم كله كيحسب، انا اللي حطيت هذيك القضيه الاولى ديال الحساب، راه اللي متبعين معايا القناه انا اللي حطيت داكشي ديال الحساب، وداكشي ديال الحساب راه هي غير نسبات، يعني كيحسبوا الماتشات بداكشي ديال الاكسل، وهادي راه كتحسب النسبه ديال الماتشات، وكيدخلوا فيها النسبه ديال شحال كتماركي شحال كتماركي علاش شحال ربحت من ماتش شحال هادي، وكيتحسب داكشي كيتحسب وكيعطي النسبه، يعني هاد 72 راها نسبه مئويه، و 92 راها نسبه مئويه وقريبه لثلاثة، يعني هاد الماتش هذا كما كتشوفوا هنايا غادي يقدر يخرج اكس اس ولا يقدر يخرج اكس اكس، يعني ملي كتشوفوا النسبه هربانه عند هادي وهربانه عند هادي راه اكس اكس غادي يخرج الماتش، ولا غادي يقدر يخرج اما اكس اس ولا اكس دوس، يعني هو النسبه القريبه عنده لي خانيس، ولكن غير 72 ما بينه وبين ايبار والو، يقدر يخرج ثاني تا دوس، يعني هاد الماتش هذا كيكون مرونين، هاد اللي كيكونوا فيهم قطيات متقاربين، يعني راه كيكون صعيب باش كتلعب عليهم، لا من ناحيه البيوتا لا من ناحيه شكون اللي غتربح، هادي باش تعرفوا، يعني الماتش اللي كيكون مسهل عليك القضيه هو اللي كيكون فيه الكوطي شويه هابط، اصلا انت كتكون عارف الفرقه، يعني انا الفرقه باقي ما شتهاش باقي ما دخلتش ليها تقريبا، راه شتوني شحال من فيديو باقي ما كندخلش كنقول لكم الكوطي اللي غيكون هابط، هادي عاطينا شويه ناقص هادي شويه طالع. المهم حنا غادي نمشيو نجبدوا الماتشات ديالنا حنا اللي غادي نلعبوا، يعني اللي حللتهم هما كما كتشوفوا تسعود الماتشات قدامنا هما، يعني كاينين واحد الماتشات اليوم راه هاوت الدراري، يعني غير اللي ما بغاش يلعبهم، يعني غير اللي ما بغاش يلعبهم صراحه اللي ما بغاش يلعبهم، يعني ماتشات يعني في المتناول ماتشات مزيانين، يعني ماتشات فيهم ما يتلعب وفيهم ما يدار. يعني احنا اش غادي نديروا الدراري، غادي نمشيو بالماتش بالماتش، انا عزلت كما كتشوفوا قدامي هنا راه عزلت ربعه الماتشات من الالمان، وعزلت جوج من الطاليان وواحد من سباليون وواحد من الانجليز تشامبيونشيب والبرتغال، هذا الماتش هذا انا في نظري انا هذا راه هوته، هذا الماتش هذا هوته ديال البرتغال، حنا غادي نوصلوا ليه، هذاك ديال بورتو ليشبون راه هوته بالنسبه لي انايا، حيت ليشبون تبعته وتبعت كاع الماتشات ديالها مؤخرا، وبورتو حتى هي تبعت الماتشات ديالها، انا من واحد النوع اللي كنقدر يعني مع مريح، وانتم عارفين الخدمه ديالي ديال السولد هادي، يعني كنبقى مريح في الدار تقريبا نهار كامل، يعني نقدر نتفرج في 10 الماتشات، نقدر نتفرج في 9 الماتشات على حسب كل نهار وعلى حسب، يعني كنتفرج انا ما كنهداش الماتشات، يعني متبع الماتشات كنتفرج انا عزيز عليا الكره كنبقى نتفرج في الماتشات، ماشي بالضروره كنكون لعب عليهم، بالعكس انا الماتش اللي كيبان ليا زوين كنعزلهم، وهنا الماتشات اصلا اللي كيكونوا، انا نقول لكم واحد القضيه باش تعرفوا الطبيعه ديالي يعني كيفاش كندير، انا الماتشات اللي كيكونوا زوينين ويعني وباغي نتفرج فيهم ما كنلعبش عليهم، باش منين نتفرج فيهم كتفرج فيهم في خاطرك، ماشي تلعب تفرج ومعصب وميل القنت وباغي غير وعداك وتفوح هكا دير ماركي عن بوك والمعيار، لا كنريح كنتفرج مكالمي والتليفون ملعوب في داكشي بعيد على التلفاز. المهم الدراري اما كما كتشوفوا هنايا راه قدامنا هاد الماتشات هادو، غنحاولوا نزربوا شويه باش ما نطولوش الفيديو، مانشي غلادباخ يعني 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 اي واحد انا كنت كنتمنى يعني بنادم التوقعات ديالي حق الدراري، واحد دقيقه باش نقول لكم شحال من واحد كنلقاه في اليوتيوب كيقول لي النمره ديالك الدراري، انا ما كندخلش اليوتيوب ما كنشوفش التعاليق كاع نهائيا، وبغيتكم تحضيو من النصابه هذوك اللي كيقول لكم تشريو السول ديروا هادي تشريو لي كون ديروا هادي، هذوك راه كاع النصابه اللي كاينين تما، ما تسوقوش شي واحد، ما تهضروا مع شي واحد، المهم اللي بغى شي حاجه اللي بغى يسول على شي حاجه اللي بغى شي مساعده اللي بغاني نشرح ليه شي حاجه ما كاينش المشكل، راه كنقولها لكم ديما ونعاود نقولها، راه نمرتي غادي نكتبها لتحت في الديسكريبشن، وغادي نقول لكم حتى نمرتي دابا 06، عندي نمره وحده فيها الواتساب وفيها الابيل، هي اللي عندي ما عنديش غير من غيرها، فهمتوا الدراري، عندي نمره وحده ما عنديش من غيرها، يعني 06 31 85 16 00 06 31 85 16 00 هذه هي نمرتي، عندي فيها الواتساب وعندي فيها الابيل، ما عندي حتى شي نمره اخرى من غيرها، باش تعرفوا الدراري باش حتى شي واحد ما يغلط ويقول حقا عنده هذه شي نمره اخرى لياسين. المهم
دراري حنا غادي نمشيو بالماتش بالماتش. انا غنقول لكم هاد الماتشات من هنايا، يعني انا نعطيكم كما قلت لكم انا ديك الورقه غادي نعطيكم تقريبا الماتشات ديال الرباح وديك السعاده باش نهضروا على البيوتا. المهم انا نعطيكم ماتشين غلادباخ غادي تربح، دورتموند غادي تربح، الماينز غادي تربح، والولفز هي الباير ليفركوزن هذا غيخرج بليس 1.5. عندك سامدوريا وإدينيسي، سامدوريا غادي تربح، اسي ميلو نابولي يعني هذا غادي تربح نابولي، حيت ان اسي ميلو اكبر فرقه كتزقل في العالم، اكبر فرقه زقاله في العالم، عندهم داك ايغواين خاصهم يديروا ليه جوج شبكات ولا شي وحدين يوقفوا يهزوا الشبكه في ميبغي باكي يجريو الشبكه يلقيوها للكره فهمتي، والشبكه انا هو ما علينا حنا ما سوقناش في هذيك ماشي فرقتي انا ما عنديش معاهم. المهم نابولي غتربح، يعني اشبيليا غادي تربح، ليفانتي، روتيرهام وليدز انا كنرشح ليدز غادي تربح، بورتو غادي تربح. يعني الدراري اللي بغى يعزل من هاد الماتشات كما قلت لكم انا يعزل منهم، اللي ما بغاش يعزل منهم يعني انا كما قلت لكم كاينين ماتشات هاوتا، هو عندك سبورتي كلينشبونغ وعندكم هاد الفرقه هادي ليدز. الدراري هاد ليدز بالمناسبه هاد ليدز الدراري راه من احسن الفرق اللي كاينين، اقسم بالله العظيم لو واحد النهار كتلعب عليها راه كنحط ليا واحد الدري صديق ديالي سيمو من الرباط كتلعب عليها، راه كتعطيه البيت ديالي كيلعب معايا في البيت ديالي. المهم كتلعب على هاد الفرقه هادي وربحاتني تقريبا واحد 76 دولار ربحات عليا هاد الفرقه هادي نيت بوحدها. تخيلوا معايا خاسره بجوج زيرو وخارج ليها واحد بحمرة ولات رابحه بثلاثه لجوج، انا درت الكاش اوت خرجت في حالاتي تعادلوا مساكن فهمتي، من وراها تمارك عليهم بيت بيتربح ولاو خاسرين بربعه لجوج يا يعني ولاو خاسرين بثلاثه اربعه لثلاثه. المهم هاد الفرقه راه من احسن الفرق، راه كنقول لكم بروما ميطا دقيقه 14 خارج ليها واحد بحمراء وخاسر بجوج، هي خسرت بجوج بروما ميطا، الدوزيام ميطا ولات رابحه بثلاثه وتمارك عليها بيت في الدوزيام ميطا. المهم من احسن الفرق، عندكم اشبيليا وليفانتي، اشبيليا دابا كضرب على الكلاسمون، راه كيدخلوا شوفوا الكلاسمون، حنا غادي نمشيو نتبعوا داكشي دقه دقه باش نمشيو معاهم قد قد. انا عطيتكم غير واحد الصوره يعني واحد الصوره اجماليه بالزربه على قبل هذا الشيء باش تعرفوني انا علاش كندوي لكم. يعني اللي بغى يربح مانشي غلادباخ طلع عنده نسبه كبيره غادي تربح، عندك هذيك الماينز راه ما ساهلاش، وهذيك نيربيون غريا الفرقه راه عيانه يعني عيانه، دورتموند وهانوفر، دورتموند راه اللي بغى يلعبها اصلا كيكونوا عاطينا كوطي طايح شويه. انا كنفضل نلعب انا ليتس وغنلعب بورتو ونلعب اشبيليا ونلعب معاهم مانشي غلادباخ ونلعب معاهم الماينز، يعني هادو اللي بغى يلعب واحد الورقه ديال الرباح. انا شوفوا الدراري انا كنصحكم يعني بنادم يقسم الماتشات، هو دخلت دابا 12 ديال الليل تبدل دابا يلا طلع كان بروغرام ديال البارح دابا دخل بروغرام دابا جديد. المهم الدراري غادي نمشيو بالماتش بالماتش باش نوريكم انا علاش قلت هادشي، راه ما قلتش هادشي هكاك، يعني كما كتشوفوا هو الكوطي 161، هاد الكوطي راه ديال البيت 365 هما كما كتشوفوا هنايا، راه كلشي قدامكم، راه كلشي هو كلشي قدامكم، جوج زيرو ثلاثة زيرو ربعة لواحد ثلاثة زيرو ثلاثة زيرو، راه مكاينش ماركاش عليهم. ما تنساوش بأن هاد ديسلدورف راه واعرة، هانوفر راه واعرة، شتورت كارت هي واعرة، وهاد نيربورغي اللي قلت لكم راه هي أنا اللي لعبة مع هاديك، واخا هكاك ربحاتها بجوج. المهم الماتشات ديالهم بيناتهم جوج راه تقريبا خاسرة معاهم ماتش واحد ومتعادلة ماتش واحد. بالنسبة لهادي راه شوفوا نتوما كتشوفوا يعني ما ماركيش بزاف، هاد راه بيرلين دارت مع جوج جوج، حق الماتش ديال الشارك وديك راه قلت لكم تعادل خرج تعادل ولد الحرام، المهم خرج تعادل، بنادم تخلع في الاول بالي ربعة الماتش ربعة يعني ربعة الربعة كاين اللي تقولب وقيلا غي صحاب غي تزاد فيه شي بيت، انا بحال هاد الماتشات كيخلعوني اللي كيكون فيهم، باش نعطيكم واحد النصيحة سمحوا لي بعدا قاطعت الهضرة، يعني انا الماتش اللي كيبان ليا فيه في بروميير ميط 11 كورنين ما كنلعبش ليه على كورنينات ديالو، الدوزيام ميط والله ما يوصلوكش ربعة الكورنينات مقادين، والماتش اللي كيكونوا فيه ربعة البيوت ولا ثلاثة بروميير ميط ورا قليل فين يزيدوا بيت ولا يزيدوا جوج بيوت دوزيام ميط، عقلوا على هذه مزيانة الدراري وتجربة جربوها وغتشوفوا. المهم يعني بحال ملي كيدخلوا الفيستيار المدرب كيغوت عليهم كيجبد ليهم ودنيهم مزيان كهادي كيصافي معاك الماتش كيولي مزير ما كيتزادش بيت. المهم الدراري يعني كما كتشوفوا قدامكم راه الكلاسمون ماتشي غلادباخ راه من الكلاسي مزيان، راه هي الثالثة كما كتشوفوا خاصها تربح ضروري، الا ربحت راه غتولي قد قد الباير يعني كدا تقرب باش ما طيحش. المهم يعني باش ما تزيدش تهبط لتحت، اوكسبورغ راه هي ال15 راه شوف راه هي خاصها ضروري الرباح، ولكن راه
كما كتشوفوا 18 و 18 راه 36 هي ماركي 26، يعني كنت ماركي بيت كنت ماركي على اكثر من بيت في الماتش. مانشي غلادباخ راه شو ماركين على غير 18، يعني كل بحال بالنسبه ديال البيت في الماتش اللي كنت ماركي عليه، وكنت ماركي تقريبا جوج بيوت في الماتش. راه كلشي قدامكم، يعني هاد الماتشات راه المسوقين هما احسن ما كاين، بلا ما تشدوا داك البروغرام اللي كيلا الدراري، بالنسبه للدراري اللي كيلعبوا في ماروك دي جو دي سبور، بلا ما تشدوا داك البروغرام ديال ماروك دي جو دي سبور، راه كيدوخوكم، راه كيديروا لكم الماتشات وكيخشيو لكم وصفهم ماتشات. ملي كتم غادي انت كتقلب على شي ماتش، اصلا انت دابا بان لك هاد ماتش غلادباخ باغي تمشي تلعبو، كتبدا تقلب عليه في البروغرام، كيبان لك واحد الماتش اخر، او هادي عاطينا جوج والله حتى اللعبه رابحه، وشات ماتش غلادباخ هكا باش كيخربقوا عباد الله وكيخوروا عباد الله. المهم الدراري ديما كنقول لكم تمشيو للدوريات المزيانين وتمشيو هذا الموقع هذا، يعني كتمشيو للدوريات الاولين هما مكلاسين هما الاولين كما كتشوفوا هنايا، وكتاخذوا الماتشات اللي باغي. ونبينا عليه السلام هادشي اللي كاين، بلا ما يدوخوكم تمشيو لك الدوريات الثاني نتوما غاديين تبقشوا في هادشي اللي كيحطوا لكم فيها. المهم الدراري حنا قلنا يعني عندنا هذا، يعني مانشي غلادباخ راه رابحه بليس 1.5 راها كاينه، بلا ما نهضروا عليه لهانوفر ودورتموند. هذا الماتش هذا راني ما حللتوش، انا غير عزلته حيت انا عارف هانوفر شويه راه مساليه، ما بقاتش كما كانت بحال داك العام، راه من النتائج ديالها تبان لكم الدراري هي ضاعوا علي كتماركي، يعني الباير ليفركوزن نشوفوا الماتشات كاملين اش دارت اش دارت مع الباير، يعني في هذا العام كله يلا رابحه تقريبا، رابحه جوج ماتشات ومتعادله كلشي وخاسره كلشي. المهم كما كتشوفوا هنايا قدامكم دورتموند هاي راه كتماركي، ولكن هذه هي اللي دوخاتني انتو بعد دابا ملي كتجيو هنا كتلقاو هانوفر ودورتموند ديما كيسالي بالموان 1-0 1-0 0-1 1-0 3-1، يعني هاد السنوات تقريبا من 2013 حتى 2018 والماتش ديالهم كيساليو بواحد الصغير بحال هاد هانوفر كتفيقها في دورتموند. المهم عندنا حنا دورتموند تربح، راه ما عاطينهاش شي كوطي بزاف، ما عاطينهاش شي كوطي بزاف الدراري، يعني عاطينها 1.16. المهم كما كتشوفوا هنايا راه الماتش غادي يتماركاو فيه بيوت، ماشي ما غاديش يتماركاو شي بيوت، غادي يكون فيه بليس 1.5 فيت 1.5 يعني 1.5. عندكم الماينز راه فريقه مزيانه، يعني بلا ما نهضروا على الماينز راه فريقه قاصحه وحسن من هاد نيربرغ بزاف، يعني الا جينا من ناحيه الكلاسمون راه نيربرغ راه هي الاخره كما كتشوفوا ماركي 15 وماركي لها 41، يعني كيتماركاو عليها جوج بيوت فاصله شي حاجه قليله في الماتش، وكتماركي غير 0 شي حاجه، ما كتماركيش حتى بيت في الماتش، يعني كاين ماتشات ما كتماركيش. هادشي كما كتشوفوا غادي نشوفوه من هنايا، نشوفوا الماينز بعدا، ماينز ماركي حتى هي غير 10، لا هادي في الهوم، يعني الهوم هادي راه واحد اللعيبه كنت وريتها لكم ديك المره ديال الهوم، وهادي يعني ستاندين ديك الساعه كدير الهوم، هي المكلاسيه هي التاسعه من الفرق الواعرين في بلادها، والواي يعني مكلاسيه هي الاخرى، هي اعيا فرقه ملي كتكون خارجه لعبه برا. هاد اللعبه هادي راه تفكروها يعني كتورك على هاد ستاندين هادي ديال الكلاسمون، وكتورك على الهوم كيعطيك الفرقه اش من كلاسيه، مكلاسيه هي التاسعه، هادي المايندز مكلاسيه هي التاسعه في بلادها، يعني هي من اوعر فرقه في بلادها هي دورتموند، ثاني فرقه واعره في بلادها هي مانشي غلادباخ، وبقاو غاديين يعني الماينز هادي. ولكن الا مشيتو في يعني في الكلاسمون ديال الفرق اللي كيكونوا خارجين برا، هادي هي العيانه كاع الماينز، يعني هي اعيا فرقه ملي كتكون خارجه برا هي اللي كتخسر بزاف، وماركي عليها 27 بيت في 8 الماتشات الدراري، ماركي عليها 27 بيت، حسبوا شحال جات 8 8 16 و 8 24، يعني كيتماركوا عليها تقريبا 3 البيوت والصرف الماتش ملي كتكون خارجه. المهم الدراري راه هادشي يعني راه مزيان كينفع، حنا غادي نمشيو يعني لهانوفر باش ديروا لها ديك اللعبه تاهي نوريكم ها ستاندين، يعني غنديروا الهوم، راه حنا عرفنا بان دورتموند راه هي اوعر فرقه في بلادها في الالمان، وهانوفر راه تقريبا هي قبل الاخره في 9 الماتشات ماركين عليها 10 البيوت، شاش قلت لهم واخا هكاك
بحال ماركي على بيج كل ماتش ماركي 10 وماركي على 21 بحال كيتماركو على جوج بيوت وماركي بيج. يعني دورتموند شويه قاصح تقدر تماركي لا تقدر ماركيش المهم غيكونوا فيه جوج بيوت. غنمشيو للولفز هاد الولفز انا باش كتعجبني كتماركي وكيتماركي عليها يعني عندها اللعب ديما مفتوح. يعني هاد الماتش انا ما غنلعب فيه لا ربح ما غنلعب فيه لا خسر انا غنلعب فيه على البيوتا كما كتشوفوا الولفز راه في بلادها راه كتماركي ضروري يعني شو 3 3 جوج جوج واحد زيدوا ثاني واحد ما ماركيش غير على دورتموند واحد واحد جوج واحد واحد مستحيل ما تماركيش كما كتشوف قدامكم ماركي في كاع الماتشات الا على دورتموند. وليفركوزن كما كتشوفوا ليفركوزن حتى هي راه ماركيش تقريبا في كاع الماتشات شي ماتشات قلالي ما ماركيش على مانشستر غلادباخ فرقه قاصحه. يعني هنا ستاندين يعني غنديروا الهوم الهوم الولفز راه كلاسيه هي هي 13 ماركيها 13 بيج وماركي على 14 يعني كتماركي وكتماركي عليها كما قلت لكم. وفي الاواي الاواي يعني هذه مكلاسيه التاسع على ليفركوزن يعني ماركي 13 وماركي على 15 حتى هي كتماركي وكتماركي عليها. يعني هذا الماتش هذا هذا الماتش هذا راه غنقول لكم انا بروما ميطا تقدر تخرج اكس والدوزيام ميطا اللي غيتماركو فيها البيوتا وعندها واحد النسبه كبيره بان الولفز وباير ليفركوزن غادي ماركيو بيتش بيتش المهم غيت ماركيو جوج بيوتا في الماتش. يعني ديك الساعه بنادم معينو ميزانو يعني اما نلعبو بلي 0.5 حيت انا قلت لكم هذيك بلي 0.5 اللي كيحقرها بنادم بحال هذا الماتش هذا ما نلعبوش انا بلي 0.5 يعني نخلي انا شدو فيه واحد ربع ساعه كتهز فيه بلي 0.5 ونلعبو حيت بحال هاد الماتشات كتحقرهم كيقدروا يطلعوا فيهم بيوتا بزاف. المهم هذا راه غيطلع بليس 1.5 عندكم سامدوريا ايدينيسي ايدينيسي يعني فرقه مساليه راه من الكوطا واصله 4.75 سامدوريا راه حسن منها ماشي محسن منهاش. يعني سامدوريا كما كتشوفوهم كلاسيه الثامنه اللي ربحات حتى ولعدت 33 غتلحق على على روما غتلحق على روما الدراري شوفين غتنقص. يعني ايدينيسي ما عندهاش مشكل وخا تربح يلاه ولات عندها 21 ماركي 17 وماركي على 25 كما كتشوفوا هادي ماركي 35 وماركي على 26 يعني سامدوريا مزيانه عليها. يعني في الهوم كلاسي سامدوريا هي المزيانه كتماركي 15 وماركي على 8 يعني كتماركي على اقل من بيتش في تيرانا وماركي هي 15 والاواي ايدينيسي يعني ماركي 8 وماركي على 10 يعني كل ماتش كيتماركي على بيتش وماركي هي اقل من بيتش في الماتش. المهم نشوفوا الماتشات اللي دايرين هذا هو التحليل الدراري ديال الماتشات. يعني ايدينيسي راه تقريبا كاع الماتشات كتخسر مع هادي يا اما كتخسر يا اما كتعادل يعني رابحه ماتش هنايا واحد يعني هنا كيتعادلوا بزاف كيتعادلوا عندهم تعادلات بزاف. المهم الدراري هذا الماتش هذا راه كما وريتكم انا راه ايدينيسي يعني سامطوريا راه كتماركي ماشي ما كتماركيش ما ماركتش على ساسولو وعلى لانتير ماركتش ضربت نابولي ب 3-0 كما كتشوفوا ضربت نابولي ب 3-0 يعني خسرت مع تورينو بربع لواحد ربحت بولونا ربحت سبا ربحت بارما ربحت كييفو يعني بارما 3-1 انا ربحت نابولي بلاصه. المهم عندنا ايدينيسي ايدينيسي كما قلت لكم هنا شوفوا ايدينيسي راه ما كتماركيش بزاف وكتعادل بزاف والرباح راه قليل. في الاول كانت طلعت غدا يعني الماتشات اللي بداو في البدايه في الاول راه تماش غدا شويه عيانه شويه ولات ربحت شي ماتشات شويه ثاني صافي مشات. المهم هاد الماتش انا كنرشح سامدوريا غدا تربح والماتش ما غاديش يفوت كاع جوج بيوت هاد الماتش ولا حاجه جوج صغار ولا جوج واحد ولا هادشي اللي كاين. اسي ميلون نابولي هاد الماتشات هما اللي كيعجبوني انا عزيز عليا التحدي في هاد الماتشات عزيز عليا التحدي في هاد الماتشات هنايا كيما كتشوفوا الكوطيه شوفوا شحال عاطين الدراري يعني عاطين 23 43 جوج 25 كيما كتشوفوا هادشي اللي كاين 23 43 3 25 يعني الكوطيات نابولي راه طالع ليها يعني الكوطي شويه كما كتشوفوا حنا غنشوفوا يعني نشوفوا حنا الكلاسمو يعني بيناتهم ايلي بيناتهم 6 و7 نقاط بيناتهم نقاط بزاف يعني نابولي تلعب مرتاحه ولكن واخا هكا خاصها تكمل 50 باش تبقى ديما لاصقه في جيفونشيس 50 جيفونتيس عدى 56
يعني نابولي ماركي 39 وماركي عليها غير 18. نابولي ما كيش ماركيش عليها بزاف. الاسي ميلون يعني ضروري كيش ماركي عليها كل ماتش، كيش ماركي عليها بيش ماركين عليها 20 وماركي 28. المهم احنا غادي نشوفو الهوم، يعني اسي ميلون كلاسي هي الخامسة ماركي 16 وماركي عليها 12، ونابولي مكلاسي هي الثاني في الاوي ماركي 14 وماركي عليها غير 11، يعني كل ماتش هي كتماركي عليها. انا بهاد النسبة ديال هاد الماتش هذا انا غنلعب نابولي رابحة، يعني انا عزيز عليا المغامرة غنلعب نابولي رابحة حيت عاطينها كوطي زوين، ماشي حيت انا نابولي عاجباني ولا هادي، حيت نابولي اصلا احسن من اسي ميلون. وغادي نشارك معاها بورتو ماتش الكلادباخ، غنلعب هاد الفريقات بوحدهم غادي نلعبهم انا رابحين. المهم هادشي اللي كاين عندنا، يعني كما كتشوفوا هنايا يعني نشوفوا الاسي ميلون كما قلت لكم، الاسي ميلون في بلادها راه كتربح ماشي ما كتربحش، يعني كتربح الاسي ميلون، وبورتو حتى هي كتخسر وكتربح. هي خسرت مع الانتر هذا الماتش اللي عقلتوا عليه هذا، كايغاري 4-1 0-1، يعني كيش ماركيش عليها بزاف الحرام نابولي. يعني اسي ميلون كيش مارك عليها، واخا كيش مارك عليها ضربه جيفونتيس بجوج. اش نقول لكم انا رشحت انا نابولي تربح، والماتش غادي يكونوا فيه جبيوته ضروري، ما غيكونوا فيه جبيوته. المهم ماتش يما يدوز مزيان، نشوفوا ماتشاتهم يعني 0-0 2-1 4-0 2-0 2-1، يعني قليل في كيكون 0-0 ولا 1-0، يعني كاين غير ماتش جوج ثلاثة، يعني ثلاثة الماتشات. المهم هادشي ما كاين، يعني غنمشيو لاشبيليا. اشبيليا انا كنفضل على ليفانشي، ليفانشي نتوما عارفين اشبيليا في بلادو، اشبيليا دابا راه خاصها ضروري كلاسمو. انا هادشي كان خاصنا الفرقه ما نلعبوش عليها حق لا لعبه لا فيها، خاصك تشوف الكلاسمو تشوف كلشي، شوف الكلاسمو ديالها يعني غتولي عند السود لاجي غتلصق في الريال، يعني غتلصق في الريال وغتبعد على الافيس وتبعد على خيطافي وهاديك، فهمتي ولا لا؟ باش حتى هي تشارك في الشامبيونز ليغ. المهم كما كتشوفوا هنايا راه الشامبيونز ليغ، يعني الشامبيونز ليغ جروبات. المهم يعني 36 غيولي عندها، خاصها ضروري تربح هذا الماتش، وعندها ماتش واعر مع انا ما عرفتش امتى عندهم الروتور ديال الكاس، يعني اذا كان عندهم الروتور ديال الكاس يعني السيمانه اخرى والله ما عرفتش. انا نشوف البروغرام نشوفوا البروغرام ديال ليفانشي، يعني غتلعب مع ليفانشي. اي 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 خارج على البارسا، تري ماتش صعيب، ماتش صعيب نهار 30 خارج على البارسا، يعني 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 غدا 26 في الشهر، 4 ايام تخرج على البارسا، يعني غتلعب ثلاث، يعني السبت 26 لحد 27 28 29 30 غتلعب الاربعاء، يعني تلعب تلعب الاربعاء، يعني تقدر ما تدخلش اللعابه عندها ماتش واعر مع البارسا وانتوما عارفين رابحه بجوج الزير وخاصها تمشي ليه باش تاهل الكاس. هذا الماتش هذا ما ديتهاش فيه، ماتش هذا خايب، يعني انا نكذبش عليكم انا هذا الماتش هذا ما عندي ما ندير بيه، وانا الماتش اللي فيه الشك ما عندي ما ندير بيه، انا حيدته. كنصحابهاش انا خارج هاد السيمانه، كنصحاب انا باقي بلاتي شويه عاد نمشي نلعب الروتور، عندهم الروتور ديال كاس الملك السيمانه الجايه، يعني نتوما عارفين يقدر ما يدخلش لك اللعابه باش يخليهم الماتش ديال البارسا. هنا كاين قضيه اخرى، ولكن ما تنساوش بان دوك فراقي واخا يعني واخا تلعب بهادي راه تقدر تضربهم، تقدر تضربهم. يعني ليفانتي ما ماشي شي فرقه يعني مزيانه، يقدر داك الماتش اما تربح فيه سميتها اشبيليا، اما تخسر على حساب شو التشكيله اللي غيدخل بها المدرب. ليتس كما قلت لكم هما كتشوفوا راه عطينا قطعه 61، ليتس راه من احسن الفراقي، يعني خسرت هاد الماتشات الاخرين بجوج جوج 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 كتماركي بزاف، و روتيرهام حتى هي راه كتماركي وكتمارك عليها. يعني هاد الماتش انا هاد ليت انا نكذب عليكم يعني غادي نقدر نرشحها تربح، انا نرشحها تربح ما نكذبش عليكم نرشحها تربح، والماتش بليس 1.5 بلا ما راه مكلاسيه الاولى كما كتشوفوا، مكلاسيه الاولى وخص عندها نقطه، ونورويش هي لعبه غدا، هاد نورويش حتى هي لعبه غدا ومدخله نورويش في بلاتها، يعني الا ربحت نورويش غيولي عندها 57 نقطه، غيولي عندها 56 نقطه غادي تفوتو، يعني ضروري لي تخسر ربح الدراري كما كتشوفوا هنايا، لي تصرا خسر ربح.
شنقول لكم هذا الشيء لي. وروتشيرهام راه ماشي شي فرقه يعني شوفوا في كلاسيا. المهم انا ليت غادي نرشح تربح وبليت 1.5 هذا الماتش بلا ما نبقاو نعاودوا في الهضره. بورتو الدراري راه كلشي قدامكم، بورتو راه غتشوفوا نتوما بوحدكم تحكموا يعني. بورتو راه باينه كوتي عطينا جوج، بورتو كلشي شاعل بالخطر يعني ديما الخطر، كاينين جوج ماتشات اللي بالاحمر وجوج ماتشات اللي بالليموني. المهم عندكم هادي راه عندها شويه الاحمر بزاف يعني، خاسره جوج ربعه ست الماتشات ومتعادله جوج ثلاثه، متعادله ثلاثه الماتشات. لعبت مع براخه في الكاس راه داير 1-1 وربحت معرفتش واش ربحت في اشواط اضافيه ما كتبيش. المهم دراري بورتو انا غنرشح تربح، والماتش اللي غادي يعني شوفوا تشوفوا من هنا يعني الماتش بيناتهم 2-1 1-0 2-1 3-1 3-0 يعني انا الماتش غادي نرشحو غادي يخرج بجوج لواحد ولا 3-1 بورتو غادي تربح. المهم دراري نتمنى تكونوا الماتشات اللي حطيت لكم اليوم يعني بنادم يعرف كيفاش يعزل منهم وكيبقى يعني كتبقى خدمتكم، كل واحد كتبقى خدمته، كل واحد كيبقى يعني على حساب دماغه ولا حساب التفكير ديالو. انا اللي عليا كنديرو معاكم ونتسناو منكم الدراري غير بنادم غير يقولها زوينه وصافي هادشي اللي كاين. بنادم راه كيقولها زوينه وبنادم كيعيط لينا وكيقول لك خويا ياسر الله حفظك وشكرا بزاف وكاين وكاين، هادشي اللي كتسنى حنا كنديرو في هادشي. ما عندنا غرض باليوتيوب ولا عندنا غرض، كان عندي غرض باليوتيوب كره يوميا كنلوح الفيديو، كره يوميا نلوح لكم فيديو. انا ما عندي غرض ديك اليوتيوب والله ما عندي بها غرض كاع ديك القناه كاع نهائيا كاع. المهم باش تكونوا عارفين وصافي هادو هما كاينين، هادو هما الماتشات اللي بانوا لي انا وهادو هما الماتشات اللي كاينين. يعني خيطافي ما تنسوش بانها راها باقا عندها خيطافي. بلاش نمشي لواحد اللعبه، بلاش تفكرت واحد القضيه زوينه. ملي كاين كاس الملك يعني كاينين ماتشات يعني حنا غنستغلوا الفرصه. ملي كاين الملك غادي نستغلوا الفرصه. كاس الملك شكون كان فيه؟ يعني كان فيه الاتليتيكو طارتش وخيطافي. غادي نشوفوا يعني خيطافي نشوفوا الماتشات اللي عندها، نشوفوا الماتشات اللي عند خيطافي ونشوفوا الماتشات اللي عند الاتليتيكو. الاتليتيكو طارتش يعني بقات قدام البطوله و تشامبيونز ليغ، يعني طارتش بقات عندها قدام البطوله و تشامبيونز ليغ. فكروا مزيان الدراري، يعني الاتليتيكو اللي بغى يلعب رابحه راه غادي تربح. خيطافي كما كتشوفوا يعني الماتشات اللي غنشوفوا عندها يعني خيطافي حتى هي طايره من الكاس. يعني خيطافي عندها الاتليتيكو غتخرج ثاني عند فالونس كوبا كما قلت لكم الاتليتيكو طارت وخيطافي هي عندها فالونس. عندها فالونس ما عرفتش كانوا دارو في الماتش اللي قبل، خيطافي ضربتهم بواحد يعني عندها مات صعيب هي عندها مات صعيب هي. دري الاتليتيكو رابحه على حسابي انا، الاتليتيكو رابحه 300%. الاتليتيكو رابحه الدراري، الاتليتيكو رابحه وعطينا 1.53 كوطي مزيان. الاتليتيكو رابحه غتلقاهم في ماروك دي جوج سبور عطينا 1.10 ولا 1.12. المهم الاتليتيكو رابحه الدراري حيت خيطافي عندها الكاس وهادي راه ما عندها لا الكاس الاول، ولي خانيس كانت تقصات مع الريال، فالونس حتى هي عندها الكاس، فالونس عندها الكاس. يعني بنادم يستغل الفرصة، استغلوا الفرصة ديال الفراق اللي عندهم الكاس واللي مزايرين. فالونس عند الكاس هي يعني الأربعاء لعبة نهار 29 يعني 26 حتى 29 يعني الأربعاء لعبة حتى السبت ياكو 26 جات بالجمعة بالأربعاء 11 من لعبة نهار 2 اليوم 26 غدا السبت 26 يعني لحد 27 28 23 لعبة نهار 3 فالونس ضد خيطافي. يعني هاد الماتش ديال فالونس اللي بغى يلعبو راه يبعد منه الدراري يعني ما تمشيوش الماتشات اللي فيهم الشك وصافي. حنا قلنا لكم هالماتشات اللي قدامنا، يعني انا كان عزيز عليا بحال هكا كنستغل ديما الفرصة ديال الماتشات اللي كيكونوا لاعبين الفرق كيكونوا لاعبين الكاس وهادي كنستغل الفرصة حيت كنعرف فراقي بالاخص اللي كيكونوا مزايرين. وبحال دابا فرقه كتلقاها خاسره وعاد باش غدا خارج عاوتاني بحال اشبيليه. اشبيليه كما كتعرفوا راه
اش نقول لكم، راه هي خاسر ب اشبيليه راه بحال البارسا بجوج، وخير رجعت البارسا عندها ماتش واعر غدا اشبيليه في الشكرا ما حيتوش هكاك. المهم الدراري يعني انا تمنيت الماتشات، عرفوا كيفاش تعزلوا منهم، يعني اللي بغى يلعب يلعب بورتو رابحه، يلعب ماتش غلادباخ، المينز، سامدوريا، ليت، نابولي، ديرهم فريقه غير بالضحك، راه غتلعبهم غير ب 3 دولار 4 دولار، غتعطيك تقريبا شي 100 وشي حاجه، فهمتوا كيفاش ولا لا؟ ونلعبوا حنا على يعني كما كنقول لكم، نلعبوا حنايا على الكاش اوت، يعني غيبقى لكم بورتو هو الاخراني، هو ونابولي غيساليو الماتشات ديال الالمان هما الاولين. الا دخلت لك ماتش غلادباخ ودخلت لك الماينز، نكذب عليكم انا هاد الماتشات اللي كتشوفوهم قدامكم غنلعبهم في ورقه وحده عاد باش غنعاود نعزل منهم في ورق اخرين. المهم الدراري يلا نخليكم ساعتكم سعيده، وان شاء الله غدا ثاني فيديو اخر ونحلو، وكما بغيت ثاني اليوم كما سهل الله على الدراري وصيفطوا لي ورقات، كنتمنى غدا عاوتاني يجوني ورقات ديال الدراري اللي دخلوا واللي ربحوا معانا، ونتمنى كنكون فيدكم وهادشي اللي غنقول لكم. يلا الدراري ساعتكم سعيده، وكما قلت لكم انا راه نمرتي غنخليها في الديسكريبشن لتحت، ونمرتي هي 06 31 85 16 00. يلا الدراري نخليكم والله يجيب تيسير.